تفاصيل أوفى عن هذه البطولة وهاتين المباراتين تنضم إلينا من طنجة زميلتنا أمل الهواري مراسلتنا من هناك. أمل أهلا بك في هذه الجولة، أقل من ساعة ونصف من بداية النهائي المصغر بين فلامينجو والأهلي المصري، كيف هي الأجواء الآن؟ الأجواء صراحة الجمهور يتوافد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تجاه الملعب الذي نتواجد على بعد أمتار فقط عليه، على ملعب طنجة الكبير. ترتيبات لوجستية وأمنية في مستوى هذا الحدث الذي نعيشه اليوم. عندما كنا بتحضير هذا اللايف شاهدنا يعني جمهور عريض مصري كذلك يحملون علم الأهلي، إذا الجمهور اليوم يعيد بحضور مكثف رغم أن الرياح شديدة كما ترون، ولكن الجمهور سيكون على الموعد كما رأينا في المباريات القادمة. وحتى اليوم يعني الطرق ملأة عن آخرها وجنبات الملعب، ولا زال لحد الآن الجمهور يصطف أمام الملعب وسط تحضيرات لوجستية كبيرة حتى تمر في أحسن الأحوال. لا شك أن المباراة النهائية بين ريال مدريد الإسباني طبعا والهلال السعودي سوف تحوز حضورا جماهيريا كبيرا، لكن بالنسبة للمباراة الأولى الأهلي وفلامينجو كيف يبدو الحضور الجماهيري قبل أقل من ساعة ونصف من بدء هذه المباراة؟ والله يعني كما نرى بأم أعيننا الطريق، السيارة عندما كنا في الطريق كان مليء عن آخره، وحتى الآن إذا كان ممكن أنك تبين الطريق لاحظوا معي كيف أن الطريق ملأ عن آخرها في جميع الجوانب وحتى داخل الملعب وأمام الملعب وحتى بالجوانب المقاهي، فكلها ملأ عن آخرها، ونراهم يحملون يعني علم الهلال ويلبسون قمصان حمر، ولاحظنا أن هناك أيضا حضور مصري يعني لتشجيع فريقهم المارد الأحمر، يعني أكيد أن الحضور يعيد بالكثير. حتى نعم شاهدنا هذا الحضور في المباراة السابقة طوال هذه البطولة يعني هنا بالمغرب، لكن فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الترتيبات اللوجستية قبل هاتين المباراتين. هي ترتيبات مهمة جدا يراها المتخصصون في مستوى كبير وفي مستوى هذا الحدث الذي يحتضنه المغرب بشرف. حقيقة الجمهور لا زال يتوافد من الطريق كما نراه اليوم والآن، حتى أن يعني من صباح اليوم لا زالت الجماهير تصطف أمام الملعب وعلى جنباته، ولكثرة الطلب على التذاكر فقد نفذت هي الأخرى بعد بضعة ساعات فقط منذ إعلان البيع الرسمي بشكل رسمي، ولدرجة أن حتى المقاهي المجاورة كلها ملأة عن آخرها، لا زالت النفوذ تصل بشكل كبير من جميع الجوانب سواء من الشمال أم من الجنوب، وكما نرى أن الأمن يحاول أن يكون في الموعد وأن ينظم هذه العملية باحترافية كبيرة، وكما تروا أن الرياح شديدة ومع ذلك فهي لم تثني الجماهير على حضور هذه المباراة المهمة جدا، وهي مباراة حلم بالنسبة لفريق كبير وعريق مثل الأهلي الذي سيلعب لنيل البرونزية الرابعة، نتمنى ذلك. نعم. حقيقة نتمنى ذلك. شكرا جزيلا أمل الهواري مراسلتنا من طنجة المغربية على كل هذه التفاصيل، وسنكون معك على مدار الساعة. شكرا جزيلا.